بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وجعلنا سقفا محفوظا إن ربي على كل شيء حفيظ. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. أتاك حديث الجنود فرعون وثمود الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء سميع الدعاء. رب هب لي من لدنك
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا رب اقبلي من الصالحين رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من لدنك وليا رب هب لي من الصالحين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا رب إني وهن العظم مني إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا فخرج على قومه من المحراب
الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يك جبارا عصيا وبرا بوالديه ولم يك جبارا عصيا عليه يوم ولد ويوم يموت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك قالت إني أعوذ بالرحمن منك منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض
إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا اللهم أبق العين أصابت رحما فعقبت 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 اللهم أبق العين أصابت رحما فعقبت
أحبط العين أصابت رحما فأمرضت اللهم أحبط العين أصابت رحما فعقمت فسقمت فأمرضت اللهم اطفئ حرها اللهم ابرد حرها وأخرج حرها وأزل لنا ضررها وشرها بسم الله الواحد الأحد تبطل كل عين وحسد 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 أصابت على المحبة بين الأزواج أصابت على المودة بين الأزواج أصابت على الألفة بين الأزواج أصابت على المودة بين الأزواج أصابت على المحبة بين الأزواج أصابت على الألفة بين الأزواج أصابت على المحبة بين الأزواج أصابت على الألفة بين الأزواج أصابت على المحبة بين الأزواج أصابت على الألفة بين الأزواج أصابت على المودة بين الأزواج على المحبة بين الأزواج على الألفة بين الأزواج على المودة بين الأزواج بسم الله تبطل كل عين حارة بسم الله تبطل كل عين قوية بسم الله تبطل كل عين قادر فاجر فاسق بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت نظرت وما بركت نظرت وما كبرت نظرت وما قالت ما شاء الله نظرت وما قالت تبارك الله نظرت وما بركت نظرت وما ذكرت نظرت وما قالت ما شاء الله نظرت وما قالت تبارك الله بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين اللهم اطفئ حرها وابرد حرها واخرج حرها وازل لداها وضررها وشرها اللهم اطفئ حرها وابرد حرها واخرج حرها وازل لداها وضررها وشرها وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فارجع البصر هل ترى من فطور البصر كرتين انقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وحفظناها من كل شيطان رجيم كل عين وعين وابرد حر كل عين وعين واخرج حر كل عين وعين وازل لدى وضرر كل عين وعين بسم الله وبأمر الله تطفأ كل لعاية تخرج كل لعاية تزول كل لعاية تبطل كل لعاية تخرج كل لعاية تطفأ كل لعاية تخرج كل لعاية تبطل كل لعاية تبطل كل لعاية اللهم اطفئ حرها وابرد حرها واخرج حرها وازل لداها وضررها شرها اللهم اطفئ حرها
حظنا وأبرد حظنا وأخرج حظنا وأزل لنا وضرنا وشرنا. بسم الله تبطل كل عين، 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 بسم الله تبطل كل عين. اللهم اطفع حرنا وابرد حرنا واخرج حرنا وانزل لداها وضررها وشرها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. هنالك صاغرين. ألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم أبطل سحرا مأكولا ومشروبا، اللهم أبطل سحرا معقودا ومنفوذا، اللهم أبطل سحرا دس في طعام، اللهم أبطل سحرا رش في طعام، اللهم أبطل سحرا وضع في طعام، اللهم أبطل سحرا دفن في طعام، اللهم أبطل سحرا مأكولا ومشروبا، اللهم أبطل سحرا معقودا ومنفوذا، اللهم أبطل سحر ساحر إلى سحر، اللهم أبطل سحر منتقم وحاسد وحاق، اللهم أبطل سحر الأقارب، اللهم أبطل سحر الأقرباء، اللهم أبطل سحر القريبات، اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر، اللهم أبطل سحر رش في أعتاب المنازل، اللهم أبطل سحر رش في أبواب المنازل، اللهم أبطل سحر رش في زوايا المنازل، اللهم أبطل سحر رش في أعتاب المنازل، أبطل سحر رش في أبواب المنازل، اللهم أبطل سحر رش في زوايا المنازل. بسم الله. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وسحروا أعين الناس فاستقبوهم وجاءوا بسحر عظيم، 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 وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، 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 ولو كره المجرمون. اللهم أبطل كل سحر، 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 اللهم أفرح كل سحر، اللهم جل كل سحر، اللهم أظهر كل سحر. لا إله إلا الله وما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا
الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا آلما. أذهب البات اللهم ربي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا قيدا ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. أذهب البأس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألم. اللهم بعد بيننا وبين كل حاسد وحاسدة. اللهم بعد بيننا وبين كل عائن وعائنة. اللهم بعد بيننا وبين كل ساحر وساحرة بعد السماوات والأراضين. اللهم عليك باليهود الظالمين الغاصبين. اللهم عليك بالسحرة الملاعين. اللهم اصلب عليهم سخطك وعقابك وعذابك وألمك ونارك يا رب العالمين. اجعلهم إذا قاموا يتألمون وإذا قعدوا يتألم. اللهم ضاعف لهم النار والألم واسقهم حرا وسعيرا وعذابا وألم. اللهم لنا فيهم عجائب قوتك وقدرتك وصنعك يا رب العالمين. أحصهم عددا وقتلهم مددا ولا تبقهم يا رب على الأرض ولا في الأجساد ولا في الأبدان أحدا. اللهم دمرهم تدميرا ومسلط عليهم غضبك وعقابك وعذابك يا رب العالمين. اللهم لنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم أحرق وجوههم وأجسادهم وأبدانهم. لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا إله غيرك ولا رب سواك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألم. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم النصارى ومن ناصرهم والمجوس ومن جاورهم والمنافقين ومن وافقهم السحرة ومن سلك نهجهم واقتفى أثرهم ومن تبع خطاهم. اللهم لا تجمع صفهم ولا توحد كلمتهم ولا تعلي رايتهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. ربي مكن المصابين فيك وحدك ومكن خطائنا بطريقة القراءة ونطق الكلام فمن اسم الشيطان الله رسولنا وبراء والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين.